على منصة التتويج وقف الباكستاني عمران خان حاملا كأس العالم للكريكت بعدما قاد منتخب بلاده في اللعبة الأكثر شعبية لدى الباكستانيين للفوز بالبطولة بأرقام قياسية عام 1992. حظي بشعبية واسعة شجعته على الاعتزال ليبدأ مسيرة سياسية مثيرة بعدها بأربع سنوات. كمباراة حاسمة لا يقبل فيها بالخسارة، خاض خان العمل السياسي بطريقة تكتيكية رسم خطوطها العريضة بتأسيس حزب حركة الإنصاف الذي تبنى شعارات الحرب على الفساد، مستعيناً في ذلك بما اكتسبه من تعليمه في جامعة إكسفورد بإنجلترا. بثقة كبيرة وجماهيرية موجودة سلفاً، نشر أفكار ومبادئ حزبه، رسم مستقبلاً قائماً على المساواة والحياة الكريمة، عزز من شأن التعليم الجيد للجميع، نادى باستقلال القضاء، فظفر بقلوب الباكستانيين. من سباق انتخابي إلى آخر ازدادت خبرته السياسية، تفتح وعيه على قضايا بلاده، سبر أغوارها، فعدل خططه، وأشاع للجميع بأنه بات يملك حلولا لكل مشكلاتهم، فأحرز مكاسب سياسية مبشرة لا سيما في 2013 حين حصل على المركز الثالث في الانتخابات ليعاود حسمها لصالحه في 2018 حيث تولى رئاسة الحكومة. في ظل معاركه التي لا تنتهي لم تكن حياته بعيدة عن الأضواء، لا سيما ظروف زيجاته الثلاث والتي كانت من بين أسباب فقدانه بعضا من شعبيته، بالإضافة إلى زيادة الدين الخارجي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالتزامن مع تصاعد خلافاته مع الجيش الباكستاني. كان لكل هذه الإخفاقات والنزاعات أن تسهم في إبعاده عن منصبه في أبريل الماضي، غير أنه لم يستسلم فعاد أدراجه لتعديل خططه ليعود إلى مقاعد المعارضة مجدداً ومطالباً بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، خاصة بعد تحقيق حزبه انتصاراً كاسحاً في انتخابات فرعية في إقليم البنجاب. لم يتوانى عمران خان عن مهاجمة مسؤولي الدولة الذين يتهمهم بالعمالة لصالح الدول الأجنبية، ما اعتبروه تحريضاً ضدهم، فبات يواجه في الوقت الراهن تهمة الإرهاب. فهل يتمكن نجم الكريكت الشهير من إيجاد خطة جديدة للفوز على خصومه؟